العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر، ومع تواصل التوغل البري والقصف الجوي يستمر الاحتلال في تدمير أبرز المعالم الحضارية والمعمارية للقطاع، فيما يبدو محاولة منه لطمس جزء من هويته وتاريخه. 45% من الوحدات السكنية في غزة دمرت أو تضررت تضررا كبيرا من الهجمات الإسرائيلية بحسب آخر ما ورد في تقارير أممية. القصف الإسرائيلي المدمر لم يسب بنايات ومعالم تاريخية بالأرض فحسب، بل ضرب معها ذكريات وتاريخا لسكان غزة المحاصرة في محاولة لاستهداف الإرث الحضاري، وهو وجه من أوجه الإبادة الجماعية بحسب المسؤولين المحليين في القطاع. برج وطن في وسط مدينة غزة هو أحد أبرز المكونات في المشهد المعماري للمدينة، أغارت عليه طائرات الاحتلال دون سابق إنذار. في اليوم الموالي 9 أكتوبر شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على حي الرمال المعروف بكثافته السكانية الأعلى في مدينة غزة، وذلك أنه حي ساحلي وحيوي، حتى إنه يعد عصب القطاع التجاري بالمنطقة، ويحيط بحي الرمال 20 حيا، منها حي الدرج والتفاح والزيتون والشجاعية والشيخ رضوان والصبرة والشيخ عجلين ومنطقة تل الهوى. هذا قصف عنيف على المنطقة، سوى أبراجا ومربعات سكنية كاملة بالأرض. الميادين والشوارع الرئيسية كانت هدفا للغارات الإسرائيلية كذلك، حيث استهدف الاحتلال ميدان فلسطين وشارع عمر المختار الذي يتوسط حي الرمال، وهو شارع رئيس حيوي يصل غرب مدينة غزة بشرقها ويعد القلب النابض لمدينة غزة. هذا القصف للشارع خلف أضرارا جسيمة وشهداء وجرحى، ومحى حركة كانت تملأ المكان بالحياة. المؤسسات التعليمية أيضا كانت ضمن بنك أهداف الغارات الإسرائيلية، ففي يوم 11 أكتوبر قصف مبنى الجامعة الإسلامية، وهي إحدى أبرز جامعات قطاع غزة التي تأسست منذ عام 1978 وتربطها علاقات تعاون أكاديمي بعدة جامعات أجنبية. كما نال القصف من مبنى جامعة الأزهر بالمغراقة وغيرها من المنشآت التعليمية بقطاع غزة. يوم 19 أكتوبر واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على عدة مواقع جنوبية مدينة غزة، تحديدا أبراج الزهراء في مدينة الزهراء التي بنيت في أواخر 90s القرن الماضي وتضم أحياء سكنية مكتظة. دمر الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 25 برجا سكنيا منها، وصارت كلها ركاما. مساء نفس اليوم قصف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة القديس بريفيريوس التي تعد ثالث أقدم كنيسة في العالم وأحد أبرز المعالم الدينية التاريخية العريقة بقطاع غزة، حيث يعود بناؤها إلى ما قبل 16 قرنا. القصف خلف دمارا بهذا المعلم الديني العريق. المساجد كذلك لم تخطئها آلة الدمار الإسرائيلية، ففي 19 نوفمبر قصف المسجد العمري الكبير في البلدة القديمة في وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه وتحطيم مئذنته العريقة التي يعود بناؤها إلى 1400 عام. تبلغ مساحة المسجد نحو 4100 متر مربع، ويعتبر أقدم المساجد وأكبرها في غزة. قصف أتى على المكان والمنطقة الأثرية التاريخية المحيطة به جنوب شرقي ساحة فلسطين. ومنذ بداية العدوان حول جيش الاحتلال الإسرائيلي الجزء الشمالي لقطاع غزة إلى منطقة عمليات عسكرية، تمهيدا لعملية التوغل البري، وتحت تهديد القصف العشوائي هجر الآلاف من السكان في تلك المنطقة إلى الجنوب.
دفع القصف الإسرائيلي أكثر من 1,600,000 فلسطيني من سكان القطاع وفق تقديرات أممية إلى النزوح قسراً من منازلهم، منهم من تنقل إلى مناطق محيطة بمدينة غزة أو إلى مناطق أخرى في الشمال، ومنهم من اتجه نحو الجنوب من القطاع قاطعين شارع صلاح الدين سيراً أو في عربات تجرها الدواب في مشاهد شبهت بنزوح النكبة الأولى. ورغم خطورة الأوضاع شمالية غزة واستهداف المدارس والمستشفيات، يفيد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن أكثر من 800,000 فلسطيني لم يغادروا شمال القطاع واختاروا البقاء. في الأثناء يواصل الاحتلال إلقاء منشورات على المناطق الشرقية من خان يونس جنوبية قطاع غزة، كهذا المنشور على سبيل المثال الذي يدعو فيه السكان إلى الرحيل أيضاً ليناقض روايته أن المناطق الجنوبية آمنة.